جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمرأة أن تأخذ الحبوب المانعة للعادة في شهر رمضان لأن عادتها تستغرق 10 أيام وهذه أيام كثيرة في رمضان؟ فوجهوها جزاكم الله خيرا. إذا كانت هذه الحبوب لا تضر بصحتها فلا بأس أن تأخذها لمنع نزول الحيض عنها مدة تستفيد منها في صيام رمضان وقيام رمضان، أو تستفيد منها في الحج والطواف بالبيت، لا مانع من ذلك إذا لم يكن في هذه الحبوب مضرة، وإنما هي تؤخر نزول الدم عنها إلى وقت آخر، ولكن تركها أفضل، تركها لا شك أنه أفضل وأحسن.